السلام عليكم. هذه جلسة مغربية شعبية عادية. أنا ماشي في قصر، أنا ماشي في شي عالم آخر، أنا في بيت أسرة مغربية أمازيغية. والآن غادي نديكم تشوفوا واحد الحاجة اللي من مستحيل مستحيلات باش يقدر شي واحد يقلدها، لأن ما كتقلدش، ما يمكنش تقول ديالي، ما يمكنش تصنعها، ما يمكنش تصنع باش تقول ديالي، ما يمكنش ترسمها، ما يمكنش ديرها في ورقة، ما يمكنش، ما حتى حاجة ممكن. ممكن فقط أنك تكون مغربي باش تقول ديالي. جي معايا الورد. هذا هو الزليج المغربي. هذا الزليج المغربي ملي كديرها كتحس به، كيهضر معاك، كيعطيك، شوف شوف شوف، كل 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 حاجة كتقول لي شي حاجة، كل لون، كل طريف. هذا الصانع اللي صنعوا بيديه، شد حجرة بحجرة. تقد هاد الزليج هذا كما كتشوفهم في اي ما يمكنش يكون ديالك، ما يمكنش. انا اعيد واكرر، ما كنلقاش الكلمات باش نقول لشي حد ما تحاولش تقول شي حاجه ديالي الا انت ما كتنتميش ليها. راه انا اللي كنتمي للزليج، ماشي الزليج اللي كينتمي لي. لا، هادشي تاريخ. انه الجمال المغربي. وباقي ما كملناش، باقي ما كملناش. اجيو معايا. أنا جيت. هذا صالون مغربي، هذا أسميته الصالون المغربي. هذاك العامل اللي كيجي عندك لبلادك ما كيجيش عندك باش يطلب منك شي حاجة، كيجي يعطيك، كيعطيك داكشي اللي ما عمرك ما تمكنتي يكون عندك، داكشي اللي ما خلوش ليك العثمانيين، ما خلوش ليك الفرنسيين، إنما عندك واحد الجارة سميته المغرب، عنده ثقافته في التراث ديالو، كيحاول وليداتو يجيو يديروا لك في بيوتو. ما عندي ما نزيد على الصورة اللي كتشوفوا قدام عينيكم، يكفي أنكم تشوفوا. إنه الصالون المغربي. وكيبقى فيا الحال من نشوف الزليج. أنا كنقيس الزليج، كنحس بالزليج. كتحس بيا الزليج ياك؟ أنا مغربية، كنت مغربية. عاش الملك.